الحلقة 16 من فقه البيوع، كيف نحكم في قضايا الديون التي عجز أصحابها عن سدادها؟ هنسأل المدين السؤال الأول، هل أفلست بجائحة؟ لو كان المدين المفلس ده أفلس بجائحة كالريح الشديدة والبرد القارس والجراد، مش بفعل شخص، يرد الإمام ماله من صاحب الأرض. الدليل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، ولا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها. وده واجب شرعي، إن الرسول أمر بوضع الجوائح، وده قول الشوكاني والشافعي في قديم ومالك، بس مالك بيشترط إن الجائحة تكون أكتر من التلت، والرد عليه عموم الأحاديث. طيب قال لي: لأ أنا والله أفلست بغير جائحة، أنا أفلست بمشكلة تانية. لو أفلس بغير جائحة نقول له: هل أنت واجد ولا مش واجد؟ يعني عندك سيارة، عندك عمارة، عندك أي حاجة تتبيع تسد بيها ولا مش واجد؟ لو قال لي واجد يجب أن يبيع ما عنده ما دام ثمنا، وده الثمن بتاعه معقول حتى لو خسرت خسارة مما تسامح الناس فيها. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. طب لو قال لي نعم ولكن المال اللي عنده مش موجود معاه، ده موجود مع واحد تاني، يعني لو موجود أصول عن بيعها، طب لو موجود عند واحد تاني يحول عليه، يحول عليه الدين، ويجب على أصحاب الديون أنهم يتحولوا. الدليل عن أبي هريرة أن رسول الله قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء، مليء يعني واحد بيدفع، فليتبع، فليتبع يعني يتحول ويروح. طبعا إلا بقى أن الرجل ده يكون بعيد والتاني مش عارف يوصله، وده دليل على جواز الحوالة المصرفية. طيب ما حكم تكرار المماطلة؟ المماطلة بتسقط الشهادة ويسدد الغرماء ويبيع غصب عنه، وده الإكراه بحق. قال ابن المبارك في معنى الحديث: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يعني يحبس ويضرب ويباع وتباع أملاكه. الاحتمال الثالث انه يثبت انه غير واجد، يبقى اما يكون واجد وصول تتباع، يا اما واجد مال عند واحد تاني بيتحول عليه، يا اما يكون مش واجد وثبت انه مش واجد. طب نعمل ايه بقى لو مش واجد؟ اول حاجة نلم الدائنين ونقول لهم: في حد ماله لسه موجود عنده؟ فمن وجد ماله من الدائنين اخذه فهو اولى به، ان شاء ولو وجد ما له قد تضرر كسيارة استهلكت له أن يأخذ وله أن ينضم للدائن ويستنى نصيبه له. طيب تاني حاجة ندعو الناس للتصدق له. تالت حاجة نوزع الفلوس نسبة وتناسب ويمنع أن يأذيه أحد. يبقى عندنا تلات خطوات. طب إيه الدليل إنه إذا وجد مال من الدائنين أخذه الدائن اللي لاقي ماله ياخده هو أولى به؟ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. طب إيه الدليل إن ندعو الناس للتصدق؟ لحديث: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يبقى كل واحد بالنسبة وتناسب، واحد عليه ديون 2000 جنيه والحاجات بيعت وبيعت
بخمسمية وخمسمية وألف، وبعنا ما عندنا بألف، يبقى هو على دين ألفين، واحد لخمسمية والتاني لخمسمية وتلات ألف. بعنا اللي عنده لمينا صدقات، ما عرفش نلمه غير ألف واحدة بس، يبقى هنوزعها ازاي؟ اللي ليه خمسمية طبعا هو ألفين، واحنا لمينا ألف نقسمهم على بعض هيدينه نص، يبقى كل واحد هياخد نص دينه، يبقى اللي ليه خمسمية هياخد ميتين وخمسين، واللي ليه ألف هياخد خمسمية. الخطوة الأخيرة، يمنع الحاكم من الاعتداء عليه أو التشهير به أو غيبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بعد ما الواجد مش يتحول إلى فقير ومش وليس واجدا، يبقى لا يحل عرضه ولا عقوبته. السؤال اللي بعد كده، ماذا نقول لمن يرفض التنازل عن التنازل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فالنبي نقول له النبي أنكر ما فعلته وقال: أين المتألي؟ كان واحد بيحلف أنه هو مش هيتنازل أبدا عن الدين بتاعه. فقال: أنا يا رسول الله، أي ذلك أحب؟ أي ذلك أحب؟ عن جابر: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتدى. الفصل الثامن بقى أسئلة في الربا. واحد اشترى باع سيارة بعشرين ألف جنيه إلى سنة، اشترى سيارة بعشرين ألف جنيه سنة، وبعد ثلاثة أشهر اشتراها بثمنتاشر ألف جنيه، والسيارة الآن تغيرت فصار فيها صدمات ومشت مسافة أكبر، يبقى هو اشترى بعشرين ألف جنيه، وبعد ما 3 أشهر باعها بكام؟ ب18. إذا كان نقص الألفين دول بمقدار نقص صفة فهذا جائز، ولكن لو كان اشتراها ب20 وباعها ب18 عشان محتاج فلوس كاش، ده لا يجوز، مع كونه لا يطالب باسترداد اختيارا منه ولا تربح فيها. يبقى لو الموضوع ده بيقصد بيه حرق يبقى حرام، لو هو طبيعته كده وده حاجة حصلت غصب عنه يبقى تجوز. طب ما حكم التعويض المالي مقابل ترك العمل أو الأجازات أو بلوغ المعاشات أو التأمينات الاجتماعية؟ يجوز، لأنها هبة من الأفراد للدولة يراد بها الإثابة حين العكس والكبر أو الحاجة للمعاش المبكر، وده قول جماهير العلماء. جواز التأمينات والمعاشات. طيب السؤال بعد كده، ما حكم التأمينات في الأجازة؟ انك تشتري فترة. وما حكم التأمينات ان واحد واخد أجازة بدون مرتب فبيجي يدفع التأمينات بتاعته في مصر؟ في بعض المصالح الحكومية بدون مقابل الأجازة بدون مرتب، فيكون نظام الدفع 1000 جنيه نقدي في السنة و 1500 جنيه بالتقسيط. ما حكمها؟ دي ليست معاملة ربوية، لأنك لست مديونا تسدد دينك بزيادة، بل أنت مخير في الهبة التي تهبها للدولة للمعاشات والتي تريد بها الإثابة، فده معاملة جائزة وما فيهوش أي حاجة. جزاكم الله.